رسالة لأهل البصرة، أقول أهل البصرة أهلي وهذه مدينتي، بغض النظر عن أنه قسم أنه يرغب أن المحافظ يستمر، يرغب في محافظ آخر، لكن واجبي بما أنه أنا محافظ واتخذت القرار أن أكون محافظ، أنه علي أن أدي واجبي وأعمر مدينتي، وإن شاء الله أنجح الخطة اللي بديتها بنهاية 2018، وقلنا خطة 5 إن شاء الله تستمر 5 سنوات، رغم قلت لك تأخرت بال2020، لكن عند ما تنتهي ال5 سنوات الأولى من الخطة قد يأتي محافظ آخر يكمل هذه الخطة، وقد أنه نستمر إحنا نكمل هذه الخطة، لكن علي أن أدي واجبي وعمر مدينتي بحيث تكون دائما أقولها البصرة من أفضل مدن المنطقة إن شاء الله.